أكدت الممثلة غادة عبد الرازق على وطنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ونشرت صورة من بين اعتذار شيرين وعلقت عليه وقالت: فنانة جميلة ومحترمة، وكلنا عارفين إنك بتحبي مصر مثل النفس اللي بيطلع من قلبك، ربنا يبعد عنك كل شر ومصدقينك حبيبتي. الجدير ذكره إنه الفنانة شيرين عبد الوهاب تعرضت لهجوم شديد بعد ما سخرت من نهر النيل خلال إحدى حفلاتها بدولة الإمارات من أشهر قبل ما تعتذر ببيان رسمي. لتعرفوا كل اخبار النجوم يلي بتحبوه انزوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفان على يوتيوب، واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، واعطونا رايكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجوده اسفل الفيديو.